أو مليونير كبير، بس أنا اللي عندي مكفيني، وأنا ممكن أعيش ممكن أعيش على دبس وراشي آكل، وأمر طبيعي بالنسبة لي، ويا ما عشت بهذه الطريقة وأنا مليونير في ذلك الوقت. موضوع عيشة الترف ما موجودة عندي. أنا رجل يريد أن يصنع شيء في حياته، في العمل الزراعي صنع الشيء، في العمل السياسي لدي مشروع في ذهني، عند استاذ أموت من أجله. اللي عنده استعداد يموت من اجل مشروعه ما يفكر بالامور الدنيويه. يا استاذ احمد عندي سؤال ثاني لك، لكن بس قبل ما تنتقل، انا لو بس تسمح لي، يعني مع احترامي الشديد، واحنا متكلمين الحقيقه في هذا الموضوع. الشعب العراقي يعرف جيدا بان كان لجماعه مجاهدي خلق مواقف سيئه تجاه الشعب العراقي، سواء في قمع الانتفاضه الشعبانيه. أهل كربلاء يتذكرهم جيدا عندما دخلوا المدينة مع قوات صدام لاقتحام المدينة، وكذلك في مناطق أخرى في جلولاء أعتقد، والمناطق من شفت بعينك دكتور؟ أنا شفت بالسجن. أيه. أنا كنت لا بس أهل كربلاء يحشولي. لا أيه. وأهل كربلاء يحشولي. أنا يعني أنا ما أريد الموضوع ياخذ لا فشادنا يعني لهؤلاء موقف من العراقيين. وأنا الحقيقة أتمنى، وأنا قايل لك يا أخي يعني بالهذا ولا أنا أقول لك، أتمنى أن ينأى بنفسه عن أمثال هؤلاء. لا 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 يعني دكتور، الشعب لا لا العراقي دكتور يراهم الحقيقة، ولا بدماء العراقيين. آخرين يختلفون معك، سأسمع نصيحتك بعد أن تلتقي بهم، وعن ذلك إذا كنت مصر على هذه النصيحة سأسمع. ليس دكتور صالح فقط، آخرين كثيرين يختلفون معك، ويعتقدون بأنه كل ما روج حول مجاهدي خلق انه استهدفوا العراقي بال91 هو مجرد اتهامات، وانهم لاجئين اتهامات، انهم لاجئين سياسيين. انا ما اريد اخوض بموضوع مجاهدي خلق كثير، لان عندي سؤال لك وبعدين ارجع لك على السؤال بس الثاني. بس هذه يشهد يعني نستشهد بالناس اللي كانوا، ما هو شخصيتك؟ خلص خلص احداث شايفها عندهم مخالفه. استعدوا احتمال ناخذ نص ساعه اضافيه لان ملفات هوايه مناقشه، ابعد عنهم 5 كيلومترات عن مع موقعهم، وشفت كيف تعاملهم مع الناس. طيب. انا الصوره اللي عندي تختلف تماما عن الصوره اللي عند حضرتك. اتمنى لو اثنين ندقق في هذا الموضوع ونتخذ قرار. لا بس انا مو قاضي، يعني انا حتى لو راح اشوف اسمع واحد يحكي كلام ما اقدر الحقيقه احكم عليه، والانسان بتاريخه، الانسان مو بلقاء واحد انت تحكم عليه. اذا كان هؤلاء يعني اسالوا يعني اخواننا الاكراد الان، انا اسالك الاكراد. انا عندي رساله من هوشيار زباري موجهه للدوله العراقيه، يقول لم يرتكبوا مجاهدو خلق حادث واحد يسيء الى الشعب الكردي. والكتاب هذا مستعد اسلمك اياه. طيب. لا جيد، نسألها شارج باري موجود. أنا مجلس الوزراء. خلنا نسألك، خلنا نسألك دكتور حسين. ليش أنا عندي كتاب من عندي دكتور صالح عذراً. دكتور حسين خلنا نسألك، ما هو تبريرك أو تفسيرك لوجود السيد عبد الرحمن الفتلاوي الوسيط في صفقة أو العقود الوهمية على طائرة الوفد العراقي العائد من كوريا الجنوبية؟ أنت تسألني ما هو تبريرك، كأنما أنا هسه كنت أعرف كأنما أنا كنت أعرف أو كنت موافق. أنا الحقيقة لم أكن أعرف عن وجوده مع الوفد العراقي الذي ذهب إلى كوريا. وبعد عودتي إلى بغداد، المستشار الإعلامي مالتي، المكتب الإعلام مالتي، قال لي كان معاكم بالوفد. قلت له ما أعتقد، لأن حقيقة ما يعني ما شايفه ولا متوقع الموضوع. قال لي لا كان موجود وكذا. هذا الرجل ادعى بأن عنده كونسورتيوم يسموه بالإنجليزي، مجموعة شركات كورية راغبة وقادرة على أن تبني محطات كهرباء سريعة النصب ديزلات بالتمويل الآجل، وهناك مجموعة شركات كورية أعطى اسمها وقال احنا نريد ننفذ هذا الشيء. يعني كانت وزارة الكهرباء والدولة عموما حريصة الحقيقة أن تحل مشكلة الكهرباء بأي طريقة، وإذا ممكن ينصبون هذه. لما رحنا إلى كوريا أنا من سألت يسموه وزير اقتصاد المعرفة اللي هو يعني مسؤول الجو الاقتصادي، قلت له أكو شركة اسمها مينا تدعي بأنها مجموعة شركات كورية وعندها المقدرة مالية الكافية لقبول الدفع الآجل وتنفيذ هكذا مشاريع. قلت له إحنا ما سامعين عن هاي الشركة. قلت له رجاء اسأل لي ورجع لي خبر.
وقلت له يدعي بأن الشركات اللي مساهمة معاه واحدة من اسمها STX. STX شركة كورية كبيرة مصنعة معروفة يعني كذا. وبالفعل يعني دعوا رئيس الوزراء، وإحنا كنا وزير كهرباء كان أنا كنت موجود بقية الوزراء، ورحنا وشفنا الشركة إمكانياتها هائلة يعني تصنع يعني سفن كبيرة ناقلات نفط وعدها إمكانيات. لما سألناه قالوا لا احنا ما عندنا، احنا مو جزء من هذا الكونسورتيوم، لكن اي واحد يجي يشتري من عندنا معدات نبيع له، وانما احنا. فانا قلت لهم زين اذا مستعدين تبيعوا لهم ليش ما تبيعونا لنا مباشره، وليش تبيعوا لنا عن خلال هذه؟ قال لي انتم كنتوا قالين دفع عاجل. قلنا له زين الان الحكومه الكوريه تدعي بان مستعده ان تدعمكم من خلال صندوق دعم الصادرات وتقبل بالدفع العاجل. فقال إذا الحكومة مستعدة أن تساعدنا فهكذا كان. وجوده مع الوفد كان غلط. أنا لما أكون مطلع، ولو كنت مطلع لكنت أحتاج على هذا الموضوع. لا هو يمكن احتجيت يمكن داخل الطائرة لو غيرك اللي يحتاج. أكو صارت مشادة كلامية بالطائرة داخل الطائرة، مشادة كلامية بعد وصول معلومة السيد جواد هاشم عبر الانترنت بأنه لا مو هذا غير موضوع يعني هذا لا متأخر هذا إيه؟ المشادة الكلامية اللي صارت بالطائرة بسبب وجود السيد على السفر مال الصين ذاك كان في وفد كوريا في وفد هذا صحيح يعني لا قبل هذا وهذه الحكي أنا لازم أصححها ترى شكوكنا عن قدرة هذه الشركات الكندية والألمانية أسبق من قضية رسالة جواد هاشم بس كانت مجرد شكوك ما متخذين أي خطوة كانت مجرد شكوك ما اتخذتوا أي خطوة لا متخذ يعني كنت مكلف مكتب المفتش العام أن يتحرى بس هاي التحريات تأخذ وقت دخلتني بالسؤال المحرج الثاني تفضل السؤال بس ما خلتني إجراءاتي أخذت وقت هل أثناء إجت معلومات من خلال جواد هاشم من خلال آخرين على هاي القضية طيب أنت وقعت على هاشم جواد يمكن وقعت على كرئيس لجنة الطاقة على تخويل السيد وزير الكهرباء والتعاقد مع الشركتين بالاسم وهاي الوثيقة موجودة وعرضناها بالبرنامج اي انا اشكرك على هذا السؤال يعني بس اعطيني وقت حتى اوضح لان قضية لا مو سؤال ما يخص هاي الوثيقة ها ما يخص هذا التوقيع انت تذكر قضية وتقول لي ابو هذا السؤال لا لا بس لازم اجاوب عليه ما يخالف جاوب عليه من اسئلك السؤال جاوب عليه هسه انت وقعت على هاي الوثيقة اللي هي واضح تخويل للسيد رعد شلال ووكيله بالتعاقد مع هاتين الشركتين بالتحديد اللي بعدين اكتب لا مضمون الكتاب تخويل اوه ايه انت مو تخويل ايه طيب لكن بعد ما اكتشفت انه الموضوع بشبهه فساد كتبت رساله الى عدد قليل جدا من رموز الائتلاف الوطني تطعن بصحه الورقه هاي وتقول انه انا وقعت على كتاب مزور ثم سحبتها انا وقعت على كتاب مزور انت تقول او تدعي ان الكتاب مزور او زوروا كلامي بعد ما وقعت لكن سريعا سحبت هاي الرساله من الائتلاف ابدا الحقيقه المعلومات مع احترامي لك ارجو ان تراجعها لي انا اطلاقا مو صحيحه المعلومات بدي احكي لك القضيه التعاقد من مسؤوليه الوزارات يعني التحري عن الشركات وضعها القانوني وضعها المالي أعمال المماثلة قدرتها على التنفيذ هاي كلها أكو دوائر متخصصة مديريات التعاقد يعني مديرية العقود مديرية القانونية الدائرة الفنية وهكذا المالية فالوزارة هي التي تحلل وترفع توصية الوزير له صلاحية لحد 100 مليون ما يحتاج يجي إلى مجلس الوزراء إذا زاد عن 100 مليون لازم يجي إلى مجلس الوزراء مجلس الوزراء شكل لجان ثلاثة طاقة والخدمات والهذي أن تدرس طلب الوزارة وإذا شوفها ضمن الخطة ومفيدة ترفع توصيتها إلى مجلس الوزراء يعني مو بس أنا دكتور صالح ودكتور روج ما عندهم صلاحية أن يوافقوا على عقد أو يرفضوا عقد مو هاي صلاحيتهم الحقيقة هاي صلاحية ولا صلاحية رئيس الوزراء حتى هاي صلاحية مجلس الوزراء بالموافقة والرفض وإنما إحنا نرفع توصيات ما حدث الحقيقة في هذه القضية إجت شركات ابتداء وسيطة مثل هاي الشركة مال مينا وبيت النخبة يسموها وضفاف الرافدين ولما طرحت القضية في مجلس الوزراء من قبل وزارة الكهرباء مجلس الوزراء وافق على التعاقد بالدفع الآجل مع هذه الشركات الوسيطة أنا في ذلك الاجتماع والمحضر موجود لم أوقع بالموافقة على قرار مجلس الوزراء
وانا مسؤول ملف الطاقه وما وافقت الحقيقه، لان انا بطبيعتي بفطرتي لا اتعامل الحقيقه مع الشركات الوسيطه، عندي موقف منه معروف في وزاره النفط، انا من منعت التعاقد مع اي شركه وسيطه في وزاره النفط. بس خليني اكمل. عفوا، لا من وقعت على يعني من وقعت على التخويل كرئيس اللجنه؟ لا كرئيس اللجنه من وقعت على كتاب التخويل ما كنت تعرف الشركتين هنا شركات وسيطه؟ لا الوسيطه ذكرت لك اياها غير اللي قلت لك، ظفاف الرافدين وبيت النخبه اي مال السيد عبد الرحمن الفتلاوي والسيد عمر مشدان. فذني لما رفضناهم بعدين مجلس الوزراء لاحقا اتخذ قرار بالغاء الموافقه السابقه بالتعاقد مع الوسطاء والزام وزاره الكهرباء بالتعامل مع الشركات المصنعه المعروفة المشهورة لا المصنعة يعني عندها مصانع يعني مباشر مباشر بدون وسط. وهذا القرار صدر، راحت وزارة الكهرباء تبحث عن هذه الشركات المصنعة التي تقبل بالدفع الآجل. شركات مصنعة معروفة مثل روز رايز، مثل كاتربيلر، مثل مارسيلا، وذولا هذول كلهم اعتذروا عن القبول بالدفع الآجل. زجوا اسم شركتين بزعم انها شركات مصنعة لوزارة الكهرباء. منو زجها؟ نفس الشركات الوسيطة ذني. كل واحدة من زجت لها اسم بأن هاي شركة مصنعة، يعني بدل ما هو يتعاقد الوسيط العراقي والموجود بالمنطقة اطفت اسم شركة مسجلة واحدة بألمانيا واحدة بكندا. وزارة الكهرباء كتبت للجنة الطاقة بأن هذه شركة مصنعة، أصلا في كتاب تقول شركة احتكارية، كان ما ماكو غيرها يسوي ديزلات، وهي يعني خطأ من عندهم كان، بأن هذه شركات مصنعة والوزارة هي المسؤولة عن التحري. لما اجت للجنه الطاقه، ولجنه الطاقه طبعا مو برئيسها، يعني لجنه الطاقه بها حوالي 10 اعضاء 9، فلما درسوا الموضوع رفعوا الى مجلس الوزراء توصيه يعني على اساس هذه شركات مصنعه. وانا اصريت بالاجتماع بالمناسبه ان نخلي الشركه بين قوسين المصنعه الاصليه في كندا والمصنعه الاصليه في المانيا بناء على تحريات وكتاب وزاره الكهرباء. فهذا لحظه بعدين لا تقول ديزير. ما طلع بوسائل الاعلام موقع يسموه ساحه التحرير يطلع هذا، طلع الكتاب قرار المجلس برفع التوصيل الى مجلس الوزراء وهو مزور، يعني ما اخذ الكتاب الاصلي، التواقع موجوده، اللتر هيد فوق موجود، المتن مغير به، شايل بين قوسين المصنعه الاصليه شايلها. فهو الكتاب هذا مزيف الكتاب مو يعني القرار الاصلي. ثاني يوم الحقيقه انا سويت مؤتمر صحفي، اللي هذا الاخ طلع يقول ما اعطانا فرصه نساله، لان هو يريد يسالني عن النفط وانا قاعد احكي له على هذا الموضوع. اي بس لا بس عفوا لا بهاي النقطه خلص التزوير خلصت كمل. فهي فطلعت النسخه الاصليه القرار الاصلي، قلت لهم هذا القرار لجنه الطاقه الحقيقي وهذا القرار المزور، ولا زال القرار يقول أن يكون التعاقد مع الشركة المصنعة الأصلية في كندا وفي كذا والتوصيل إلى مجلس الوزراء. هذا ما كان. إيه بس التحالف من أنت قلت هذا مزور. قالوا لك خلنا نطلع بالإعلام ونحكي مزور، أنت سحبت التصريح عن الموضوع. أنا ثاني يوم أصلاً، أنا هذا فيصل موجود يسأله. ثاني يوم مما نشر بالإنترنت النسخة المزورة، قلت لهم طلعوا النسخة المزورة والنسخة الأصلية وزعوها على وسائل الإعلام، أصلاً وزعوها. بس لو تدور بأرشيف يعني قناة الرشيد هسه تطلع النسخة المزورة والنسخة الأصلية الموجودة. يجوز نلقاها بعد العيد مع أحد النواب. لا إن شاء الله. إن شاء الله. والحقيقة أنا انقذت النائب اللي تفضلت به، لأن كان خطيئة ما أخذ النسخة المزورة ويفتر بيها ويهرج بيها، فقلت له يا بطول النسخة الأصلية وبعدين راح يتورط هذا اليوم، لأن قد يحكم على استخدام وثيقة المزورة. بقى عندي سؤال محرج صغير دكتور صالح. دكتور صالح جلسة يمكن أقدر أسميها جلسة خاصة ويا رئيس الوزراء، بوقتها كان مستثني عدد مهم من المشمولين بال قانون المساله والعداله، ضباط محتاجهم بالدفاع، ضباط كذا، بوقتها كان موافق او منطي تعليمات بخصوص رواتب الجيش العراقي السابق وتقاعدهم وكذا. انت من باب الشقويه قال لي يا مش خليت بدنا نحكي بالاعلام اذا حل اذا 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 حليت ذني السالفتين المهمتين، يعني ذني احنا نحكي بهم بالاعلام وندافع عن حقوقهم، اذا حليت ذني شلون نطلع لجمهورنا وبمن نقنعه. شوف اكو تجني كثير دا يصير على الناس، التجني اللي صار على العراقيه وعلى راعي الشلال وعلى قضيه الكهرباء تجني كبير جدا ما مقبول. صار مو سؤال وهسه راح اجيك. الموضوع كله هو استهداف القائمه العراقيه كمشروع.
زين. وهذا الحديث اللي تحدث به أيضا جنابك أيضا استهداف للمشروع، وكأنه صالح المطلق عندما يدافع عن قضية فيها ظلم يريد يرفع الظلم عن الناس. أنا جاي استهدف المشروع؟ أقول لك لا، تقول لي كلامك لاستهداف المشروع. أي كلامك اللي نقلته عن الناس.